حزازير أيام زمان. في شي بيلبس الناس وهو مزلط، شو هو؟ الإبرة. شاب مهندم ومنظوم، برنايته فوق راسه طعوم، بيضربوا بيو بينحني طيو، بتركض أمه وبتنشلو بتقوم. عن شو عم نحكي؟ مسمار والقدوم والبنسة. ستك بالجورة وشوشتها منكوشي. عن شو عم نحكي؟ ملفوفي. في شي بتحمله وبنفس الوقت بيحملك. عن شو عم نحكي؟ الصباط. في شي اذا طعميته ما بيشبع واذا سقيته بيموت. عن شو عم نحكي؟ النار. في شي قد الشبر وبيحمل شاب عتر. عن شو عم نحكي؟ صباط. في شي بيقطع من قاطع لقاطع ما إله خيال. عن شو عم نحكي؟ صوت. شو هو الشيء اللي بالصيف بيحميك وبالخريف بيطعميك وبالشتاء بيدفيك؟ شجرة.